جبت معي كذا هيدفون عندي اكثر بعد عندي قدهم عن 10 مرات هون كذا هيدفون كلهم بتستخدمهم؟ نعم كلهم بتستخدمهم؟ لا اعطاك كل واحد كل واحد له استعمال معين عندي بتتذكروا هيدا حكينا عنه من قبل هيدا اللي بيعزل الصوت تماما اذا انتم موجودين بطياره فاذا هيدا صوت الضوضاء اللي احنا عنا اياه هو ماركته باروت منه رخيص غالي بس كتير فعال بس نكون بالطيارة كرمال صوت الإزعاج وإذا في ولد حدك وإذا في صبي عم يبكي وكذا هذا الهيدسيت اللي هي بتشيل عندك كل هالإزعاج اللي هي موجودة حواليك النقطة المنيحة فيه إن هي بتشيل الإزعاج اللي حواليك بس بطاريتها ما بتضايق عملت التست عليها يعني أنا رايح معي شنطة فيها هيدسيت تشوف أيها الأفضل لك حتتفاجئ بالنتيجه الاخيره بيعطيه انا بعطيه من بالاوفر اول تبعه 7/10 لانه اعطاني اللي انا بالمرجع انه هو انا عزل عني الضوضاء اللي حوالي بالصفرة بس فضيت بطاريته وبس فضيت بطاريته بطل عندي الاوبشن اللي هو بيشفع له بغير محلات انه يلغي لي هالطفل اللي عم يبكي حدي ولا انا مش عم بقدر نام من ورا هيدا حطينا عجله كلكم تستعملوا فشل اختراع شكرا شكرا انا معك بهذا الشيء كنا بنستعمله للابل المشكله فيه في كذا مشكله فيه هذا اذا انتم حاطين براسكم انتم تروحوا تسافروا وتحضروا فيلم او توصلوا تليفونكم او كذا حتسمعوا صوت الانجن تبعون الطياره اكثر ما انكم عم تسمعوا اي شيء بالفيلم اللي انتم عم تحضروه على التليفون تبعكم واحد اثنين بطارية فجأة بتروح ديني عندك وبعد 15 دقائق بتروح الدين التاني بتصير عم تسمع اوريدي انت مش عم تسمع مزبوط بتصير تسمع ربع الفيلم وبعدين بطل تسمع تاني فكان هيدا التشويس اللي كان عندي اياه اللي هو هو اسوأ خيار اسوأ خيار جربتيه من قبل بالسفر جربتها مش بالسفر جربتها بالجيم وما كان قادر انه يعطيني الصوت المناسب انك انت تتحمس حتى لتركض على التريدميل ولا حتى قادر يعزل صوت الناس اللي عم تتدرب وكان وسبيشلي انه كمان يمكن مع الحركه بتنط من دانك بتقعد تدور عليها نص ساعه فانت بتدور عليها اكثر من ما بتتدرب مزبوط ف هذا الشيء اللي حس يعني شعرت فيه حتى مش بس جيميل حتى بس وصلت على براغ وصلت على تشيكيا صار يعني انا يا بدي اشحن التليفون موبايلك يا هي يا بدي اشحنها لها لا بس انت بشحن التليفون وبتركه لانه انا بكون برات ال 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 الاوتيل طول اليوم فلا خليك خي ما بدي شيء هيك صادت معنا بالتست ما كملت نحن وياه رجعنا جربنا السامسونج اللي بتشوفوه دائما بالاسواق اللي هو ارخص تقريبا يعني هذا السعر تبعه مش دبل ضرب ثلاثه منه جربته العزل تبعه كتير منيح السمع كتير منيح الفوليوم كتير منيح بالطيارة وإذا كمان ماشي على الطريق أو عادي مشكلته الوحيدة هالميلة بطلت أسمع فيها لأنه أنا حاطه بس بدي أعمل شيء كنت شيله فعم بشرب شاي قلبت دخلت بالشاي راحت بالشاي فهيدي صار فيها سكر وشاي وكذا وانضرب فكتير فعال كتير منيح بس هول الشراشيب اللي كانوا نزلين منه مزعجين وازيون بكذا محل كذا محل يكون مثلا ماشي وكذا يعلق بباب يعلق بمحل يعلق بالسلسله اللي لابسها فغير هيك بطاريته بتضاين كانت معي وصوته كتير منيح بس كان عندي هاي المشكله وكان بتحط الماجنتيك انه يعلقوا بعض بس بعد شوي بيرجع بكل سهوله كان يفكوا اللي حتتفاجئوا فيه واللي نجح بالتست اللي انا عملته هذا التقليدي. التست انا التست انا مسؤول عنه التقليدي ما بده بطاريه التقليدي بيركب معك بالتليفون وما بتعتلي همه بس تخلصي بترجع بتلفي اللفه العجيبه اللي هي ما بعرف كيف نلف معك هيك بس انه بيرجع بتفكيه مرتين بجد بتحطيه بجيبتك بتشيليه بتطلعي معك هيك ما بده بطارية الصوت تبعه كتير نظيف الصوت تبعه كتير نقي وأرخص بالأضعاف الأضعاف من القصص اللي احنا عم نشوفها قدامنا النصيحة طبيعتي لألكم خاصة طالعين بطيارة أيام كتير بتطلع بطيارة بيجي بعطيك الهيدسيت اللي تسمع الموفي أو كذا ما بتعرف مين استعملها من قبل ما بتعرف إذا غيروا السفنجة تبعتها ولا لا هذا التليفون هذا الهيدسيت لإلك أنت استعملتيه محل تاني استعمله لإلك انضف بتعرف قديش في كميه الجراثيم اللي بتكون موجوده بالدنين والامراض اللي بتنتقل من الدنين من الدنين للثانيه ف
نصيحة لكم إذا بدكم تاخذوا أي شيء من الموجود كفانتازي كشيء هيك يا باشو كشيء إنه يمكن نحضر ربع الفيلم بالأول ونعزل اللي عنا إياه الأضواء الضوضاء اللي عنا إياها، خلوا دائما بالشنطة تبعكم بس تسافروا الهيدسيت الأصلية اللي أنتوا عم تشتروها بالتليفون. وإذا ضاعت هل لديكم أي أصلاً؟ وإذا ضاعت هي دائما مصيرة الضياع. جيبوا واحد بس اكيد حيطلع سعر. انا حقول لك شو مشكلتها ايهاب الوحيده، انه انت دائما بتكون حاملها معك مثلا، ونظرا لانه احنا اغلبنا مثلا عندنا نفس التليفون او هي بتركب على كل الايفونز مثلا، بتلاقي انه مثلا منا تركت تبعتها على المكتب، انا فكرتها تبعتي اخذتها وروحتها معي على البيت. بالعيله بتصير كثير، بطل فلان يعرف مين سماعته، بنضطر احنا احيانا الصبايا نعلمها بمناكير لحتى نعرف انه هاي سماعتنا. هذا اللي كان ذلك يا شفتي هذا كيف معلم من هون بالطرف تبعه، بتحطي له حيلا تعليمي وبكون معروف انه هذا الشيء لك يا اختي ادهنينا دهنت هيك احمر من هون. بلس انها بتوقع بالشاي والقهوه، انا بعلقها دائما على مرايه السياره الا ما ينزل طرفها بالكوفي، ما بتفهم كيف. حنجيب لك شيء، احنا بحاجه لشيء كثير صغير مثل هيك. اخترع لك شيء هيدسيت يضلوا فايت بيضلوا بالدينة. والله انا حبيت اول سماعه خالص. هلا يعني انا جربتها من يومين ثلاثه وحبيت الاداء اللي هي بتفصلك تماما. البارت كثير منيحه، بارت كل الناس سعرها غالي شوي يعني هي انا بس خطيره يعني. انا اجتني هديه، كل شيء بيجيني هديه ما بدفع حق شيء. الحلو فيها انه فيك تعملي الكنترول تبعها من الهيدسيت، بوز وفوليوم اب فوليوم داون، بدك تمشي الغنيه بتعمليها هيك، حتى تليفونك اذا مش بايدك بتستعمليها. مشكلتها بتجنن جنن رائع الهيدسيت، مشكلتها الوحيده انه تتعملي كل هالاوبشنز بدك تستعملي البطاريه. فيك تعملي اوبشن، فيك تحطي الكيبل تبعها اللي هو بيجي معها كيبل توصليه بالتليفون، بس بتفقدي غير فيتشرز موجوده واللي هي من اهمهم اللي هي عزل الضوضاء. صحيح، عشان كده بقول لك هي بتساعد جدا على النوم. اذا شخص مثلا مضطر ان هو ينام وسط دوشه او في انوار او في جنبه زحمه وناس واطفال وصريخ وعياط والكلام ده كله، يستخدم السماعه دي حتى في الطياره. الناس اللي بتتضايق من انه احيانا بيكون في ناس مزعجه في الطياره وانت مثلا مسافر بيسقبوا معي يعني وقت طويل او مسافه طويله، فدي افضل رفيق للضرب يعني. قد ايه ايهاب ممكن تضل بالطريقه كحد اقصى؟ البارت اذا حد اقصى ساعه بس، اي ساعة يعني ما بتكفيك حتى بتكفيك الفلايت، فبدك تاخدي معك باور بانك عشان تشحني. هي منيحة للجيم اذا بدك، للجيم جدا فظيعة، للجيم فظيعة. بس انا يعني اول شيء قلت لكم اياه هيدسيت للسفر، يعني كثير مهم تاخدي معك هيدسيت للسفر، لانه بمحلات ثانية كمان حاعطيكي مثل ثاني. وقتها كنت بتايلاند كنت مستأجر موتوسيكل وما معي احط شيء للتليفون للنافيجيتر تعرف وين بدي اروح، فكنت حاطط الهيدسيت وعلى جوجل ماب عم بسمع شو عم بيقول لي، فلو ما الهيدسيت انا كنت ضعت. فبتقول لك مثلا افتر 200 جو ليفت، حاطط الهيدسيت وعم بسمع شو عم تحكي والتليفون بالجيبه، ما بيهمني ولا بدي اطلع فيه. الهيدسيت بتعرفي قيمته بس تسافري برا ويكون مش معي. فالتست اللي عملناه لقينا افضل شيء ان احنا نكون معنا الهيدسيت الاوريجينال العاديه وكمان ارخص حاجه يا جماعه، وكمان ما تكلفوش نفسنا. حنعمل تيست عليهم هلا نحن انا وياكم على هيدا البارت انا وياكي، حنطلع بريك ونعمل التيست. يلا بينا. اوكي.